السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد فيديو جديد. ان شاء الله غادي نديروا واحد الجوله في واحد يعني واحد الحيره كان قال لي واحد الاخ، ودرت لي الجوله في القناه الثانيه، ولكن مع واحد الاعدادات بحال بقى شاد الكاميرا، بقات شاده الفيلم. كم صورت لي هاد واحد الاحياء هادو اللي انفاس معانا، ولكن صدق هذاك الشيء ما تصورش مزيان، وقلنا نعاودو. دابا الناس اللي تيسولوا على الوقت تقريبا دابا شي 10 وهادوك الاحياء اللي صورت نسيت السميه ديالهم، تندخل تما عاد نفكر. هو العهد الجديد، يعني العهد الجديد يعني هاد الحي غادي نمشيو منو حتى للحمام الفني، يعني شارع 11 يناير ديك الساعه باش نهيو الجوله. دابا تنصورها على الله، حيت هذيك الابليكاسيون اللي في التليفون ما انصاليتهاش، دابا واخا انصاليها كاع الكونفيك ديالها غاصك الكونفيك ديالها. تاريت يبان لي شي دوزون مرة يجيني عرفت عاد الضو بيه، خاصنا ندورو على اليسر. رغم ذلك راه خاصنا نحترمو الرجال الجايين، نمشيو لهيه حنا غندورو، خاصنا نتسناو حتى صفو الطريق. هاي العثمانية هنا غصم يطلقوا هنا، محال واش كاين الضو هنا، واش على حتى هو بنادم جاي ماشي الضو، ماشي الضو شاعل وغاعطي الظهر، يعني راه بحال موكك راه ريسك، يعني الانسان ديما يرد البال ديما يدور، ماشي يبقى غادي عاطي بالظهر. تلاحظ في الناس بزاف الشي بدا يقطع يعطي بالظهر. شو المش منوش هذا حي العثمانية، كاين شي وحدين واخا تيكون ضو حمار ولا خضر هما تيجيو بسرعة بحال المطار بحال وهذا هو البلاصة اللي قلت لكم ديك الخضرة ديال، وهذا قراية الجماعة هنايا. هاد البلاصة هي اللي بقات خاوية هنا، شوفوا واش يديروا فيها. خطرة صوت ولكن معك التعازل واحد اللوفيل الكاميرا كانت طالعة بحال هكا ما غاديش تصور لك لتحت. دابا بدلت السيستيم، بلاتي تنشوف واش السيستيم تيسجل ولا لا، تأكدوا. دابا درت سيبر فيو تيشد لك كلشي، واخا تكون الكاميرا في التحت ولا الفوق غادي يشد لك كلشي. بلاصة زوينة كون دايرة فيها شي منتزه غتكون زوينة، كان فيها الكاريان ديال سيدي عثماني. أرض كبيرة،
ماشي جي فيها منتزه هذا، جي فيها مدينه على قدها يعني واحد 4 ولا 5 المنتزهات تقريبا، المساحه ديالها كبيره. نتمنوا من الله تكون شي منتزه هنا الصراحه، هاد الارض اللي مشاو تبنوا حتى هي عادت يعني هذا ضاع حتى هي في البناء، يعني ما الافضل الله كان شي منتزه هنا احسن. الشارع ونشي هاي هفتك الوحدة الإفريقية يا خاوي، وخا دابا شي 11 ولا 10 ونص باقي بإذن الله. هذا راح الاتصال 3 طلعتي الفوق راه تبقى رايده كبيره. يعني شارع رايده كبيره تبقى غادي جا الحمام الفن الله، شكون شي خرجه هنا ما تكونش حصلق الله. كاين هذا السوكري هذا القينا البلاصه دايزين من الجامع حدا واحد العهد الجديد، راه تلاحظوا حتى واحد الاختلاف ملي تتكون الشميشة، يعني تتكون التصوير تيكون مزيان عكس ملي تتكون الضبابة و دار الشباب. بالنسبة لي لا محالة، ما اليوم ما الحد تمشيش تمش والله. هذا صافي قربنا نخرجوا 11 يناير، هما العمارات من هنا تيبانوا لي. هاد الاعدادات اللي كدرت داروا لي المشاكل، وليت تنكون غادي تتصور مزيان منين ما تنتحرك و فهمتي صاي عرفت فين خرج الدار، ولا تسد لي الفوق تتكون معول على كاميرا تتسجل تسول لي مسجله لك الفوق. صافي حنا خرجنا دابا 11 يناير، شارك هذاك الشيء ديال الاعدادات والتصوير مع صعيب. يعني هنا غادي نهيو لكم هاد الجولة، نتمنى تكون تصورات مزيان حيت ما عنديش باش نشوف حتى الدار عاد باش نرجع نشوف هادشي اللي كاين. هادي راه مدرسة الأخوان الصفا الله يعاون.